شارع ترسا موضوع التكاتك، يعني في عدد من التكاتك كبير وبيمشي عكس وبيعطلوا المرور. في نفس الوقت مشكله الشارع الهرم لما هيتقفل، عشان لما يجي يعملوا المترو طبعا هيبقى في طرق بديله، ومن ضمنها ده طريق رئيسي واقرب طريق انه يبقى بديل. المفروض يتم ان الشارع ده يتسفلت ويتظبط، بدل الزباله ده في زباله هنا، لو حضرتك تمشي قدام شويه هتلاقي مقلب زباله. الجمهور بتاعت الجماعه بتاع المجاري وقفونا، اقسم بالله وقفوا حالنا شهر ونص بالظبط، من رمضان لحد بعد رمضان ب 15 يوم، وبوظوا برضه الطريق، سابوه ومشوا، ما عملوش اي حاجه فيه. المشكله ان الشارع زي ما انت شايف كده لم اتسفلت وطوب وزلط ورمل زي ما انت عارف كده. المفروض الشارع يبقى نظيف على الاقل، عشان اللي رايح واللي جاي والناس اللي ساكنه هنا والناس اللي رايحه واللي جايه على الاقل يعيشوا حياه جميله مش وحشه. يعني ما هيمشي ازاي اذا كان لا متسفلت والشارع ضيق وفي زباله وما يعديش اساسا عربيتين جنب بعض؟ انت بص المنظر، العربيات راكنه ازاي. هيمشي ده اتوبيسات هيئه نقل عام واتوبيسات ميكروباص بتاعت الجمعيه والتكوسه، عمره ما يمشي. في طرق بديله عشان خاطر الايه موضوع المترو بتاع شارع الهرم، مش حتى ترسا مش هيكفي، يعني في بعده التلاتيني وفي بعده العروبه، يعني ترسا مش هيكفي كمان، لان هو مش مكفي دلوقتي.